قعدتنا هنبتدي بأبرز الأخبار اللي حصلت. كان في بالأمس اهتمام كبير بالاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر اللي شهدوا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية ومشاركة سيادة الرئيس في العديد من الفعاليات على مدار اليوم، وحديث سيادته عن عدد من الموضوعات المهمة. امبارح خلال مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بناء الإنسان، قال إن التعليم هو الأساس اللي بتنطلق منه الدولة المصرية لحلمها على المدى البعيد. وجه سيادة الرئيس بالبدء فورا في تنفيذ 100 مدرسة بتكلفة 15 مليار جنيه بمشاركة القطاع الخاص وبدعم من صندوق تحيا مصر. تعالوا نتابع. بس انا كنت عايزك تقول لي، لو انت المدارس اللي هي اللي فيها فكرة زي يعني اللغات الدولية قول لي مثلا ايه، طب ساعدني بان انا هو الدكتور مصطفى هيبقى زعلان قوي دلوقتي وخايف ان انا ورطته في الفلوس. لا قول لي مثلا ايه، نعمل 100 مدرسة، المدرسة 20 فصل. لا احنا عندنا خطة للتوسع في هذه المدارس الحقيقة، يعني ده الرؤية المستقبلية عندنا، ان احنا هنوصل ل 200 مدرسة IBS في خلال الخطة الخمسية اللي موجودة. انا ما عنديش وقت للخطة الخمسية. صحيح. ماشي. قول لي النهاردة المدرسة 20 فصل ولا اكتر من كده؟ المدرسة 30 في 30 40 فصل. 30 40 فصل. أو فرصة بقى يا دكتور، يعني أما فرصة. طب على كل حال أنا دايما أقول ده، يعني لما أنت طرحت عليا واطرح عليا إن القطاع الخاص عايز يعمل، قلت لهم يا جماعة طب أنتوا عقبال ما تاخد أخصص لك أرض وانت تبني وتاخد وتشوف. صحيح. الفكره دي، طب ما تيجوا تعالوا احنا كحكومه نعمل المدارس دي، وده جزء المشاركه بتاعتنا مع القطاع الخاص، وهو ياخد ويدير ويبقى تكلفه تغطيه. صحيح. العمليه التعليميه هو بخلال ادارته تحت اشرافنا في للفكره اللي احنا محتاجينها يعملها. على كل حال انا ما اعرفش المدرسه تتكلف كام. هو الفصل حاليا دلوقتي وصل ل 800 ألف جنيه انشاء يعني نقول 500 ل 600 يعني. مش كده؟ لا 500 600 ألف؟ لا. طب على كل حال يعني انت بتتكلم في 3000 فصل؟ مش كده؟ مثلا يعني حوالي 15 مليار. يا دكتور. لا مش هعبر بيه، ما احنا عايزين، اصل التعليم ده لازم ياخد قوة دفع هائلة. والله انا من غير ما تقول لي والله. يعني انت عندك شك؟ لا طبعا ابدا. لا صحيح. لا أبداً. يعني مش محتاج تحفيز. لا ده انا نفسي. طيب احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الاراضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها تبقى يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسه بتاعتكم، نتكلم ان احنا نبدا في 100 مدرسه دول. احنا في شهر 10 نقول ان شاء الله، يعني بامر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنه ال 100 مدرسه دول يخشوا. شكرا في خمسة. يعني شكرا. احنا بنبدا وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما اضغطش عليه زياده عن اللزوم، برضه هنحط رقم معتبر من تحيا مصر الدكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من ال 100 مدرسه دول. سيادة الرئيس كمان امبارح اتكلم عن الأبطال الرياضيين، وقال إن الدولة مهتمة بأبنائها من الشباب وحريصة عليهم أشد الحرص، خصوصا أبطالنا في الرياضات المختلفة، ووجه ببحث مضاعف قيمة الجوائز للأبطال من شباب مصر. خلينا نتابع. أنا هقول لك على حاجة يا دكتور أشرف، يعني كنت أتمنى إنك أنت تقول لي مثلا وإحنا بتتكلم دلوقتي خلال، شوف أنت بتتكلم يعني اتكلمتوا في حاجات كتير وكلمتوا على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى الانفاق اللي انتوا بتعملوه، لكن خلي اقول لك لما يجي النهارده شاب يتقال ان في شاب من عندنا او شابين ساب مصر وراح، لو انا النهارده كوزير للشباب او كحكومه ما اتكلمتش في الموضوع ده بجلاء وبوضوح
وبشكل يعني مباشر لكل الناس، ده يعني هيقدح كتير في كل الجهد اللي انت بتتكلم عليه ده. وانا خليني اقول لك، انت اتكلمت على حجم العمل اللي اتبذل في وزاره الشباب خلال الفتره اللي فاتت، والدكتوره نيفين نفس الكلام. لكن مثلا على سبيل المثال، لما اتكلمنا في بدايه الفتره الاولانيه خالص، انا كنت كلامنا كان يا جماعه الافكار بتاعه اداره المراكز الشباب والنوادي بالاسلوب اللي انتم ماشيين بيه احنا لا قبل لنا بيه، صح كده؟ وقلت لكم لازم تشوفوا صيغه ماليه اخرى يا دكتور مصطفى تتعاملوا بيها مع الموضوع عشان تقدروا العدد. احنا كنا بنتكلم في اكتر من 4000 مركز شباب كان محتاج رفع كفاءه وتاهيل. تمام. وكان اللي بدا البرنامج ده مع المهندس خالد، وبدانا بيه عشان نرفع كفاءه المركز اللي انت جبت صورها، واللي احنا قلنا ان المركز دي لو ما كانتش هتقدر تغطي انفاقها هترجع مره تاني، لان الدوله مش هتقدر كل شويه تدخل تعمل تكلفه ماليه ضخمه جدا لهذا العدد لاستعاده كفاءته مره تانية، صح كده؟ مظبوط. طيب يبقى انا عايز منك دلوقتي تقول لي ايه؟ تقول للناس اللي بيسمعونا، طب احنا بنرعى ابطالنا ازاي؟ تمام. حاضر. ما انا عارف، انا عارف، بس انا عايز الناس تعرف، عشان الناس بتسمع الجانب اللي هو ايه؟ ان ابننا مشي وسابنا عشان احنا ما دعمناهوش او مش مهتمين بيه. لا، فانت هنا حتى في ال، وده مش من، لان انا اتمنى ان كل اولادنا وبناتنا يبقوا احسن حاجه في كل حاجه. طب ما فيش كلام يعني، لكن انا بحب اقول النقطه ديت، لان طبعا المواضيع دي بتبقى بتمثل نقطه مش طيبه في نسيج الجهد اللي انتوا بتبذلوه. شوف، ما احنا كنا في كل، مش عارف الكلام ده مناسب ولا لا، انا مش هذكر ارقام. تمام. انا مش هذكر ارقام. تمام. لكن هقول ايه، ان احنا في كل الجوائز اللي كانت بتقدم لكل ابطالنا اللي حاصلين على بطولات، ده رقم ما يعني لا يعبر عن تقديرنا ليه، هم يستحقوا اكتر من كده بكتير، لكن الرقم برضو رقم مش متواضع قوي، مش كده ولا انا؟ لا طبعا. واللي بعد كده، فانا بس عايز دلوقتي، عشان حصل الموضوع ده اكتر من مره ومحدش ممكن يطلع بيان من عندك من وزاره الشباب، ممكن تطلع تعليق فيه، لكن انا اتصور ان احنا في الجلسه اللي احنا موجودين فيها وكل الناس في مصر بتسمعنا، مهم قوي يعرفوا ان احنا مهتمين باولادنا وبناتنا وحريصين عليهم. وبالنسبه لاخبار المحافظات، في البحيره تم انطلاق فعاليات معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسه، وفي الاسكندريه تم تجهيز 23 مدرسه جديده لدخول الخدمه في العام الدراسي الجديد. كمان امبارح يا منى في شمال سيناء تم افتتاح معرض اهلا مدرستي، وده في مدينه الشيخ زويد عشان يوفر كل الادوات المدرسيه والمكتبيه. وايضا في مطروح تم فحص 3350 راس ماشيه، وده من خلال قافله بيطريه بالضبعه. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في البحيرة انطلقت فعاليات معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة بمكتبة مصر العامة بمشاركة عدد كبير من دور النشر ورموز الثقافة والأدب والفنون والسياسة والفكر. ويحمل المعرض في دورته الجديدة اسم الأديب والمترجم الراحل السيد إمام. في الإسكندرية أعلنت المحافظة عن الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتم زيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية من خلال إنشاء 23 مدرسة جديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة 96 مدرسة. في بورسعيد تقدم 69 شاب للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو جنوب بورسعيد، وده ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية اللي بتشهدها المحافظة في شتى المجالات. وبدأت اللجنة المشكلة لفحص طلبات المتقدمين في إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية، وده للدفعة الأولى من المتقدمين بإجمالي 20 متقدم، على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعاً الأيام المقبلة. في البحر الأحمر أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المقابلات الشخصية للمجتازين للاختبارات التحريرية في مسابقة الوظائف الخاصة بالشركة للإعلان رقم 1 لعام 2022 لشغل وظيفة عامل.
في الإسماعيلية أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ويوجد 1024 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب تشمل جميع المراحل الدراسية اللي بتستوعب نحو 384,000 طالب. في شمال سيناء افتتحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني معرض أهلاً مدرستي، وبيشمل جميع ما يحتاجه الطلاب من مستلزمات دراسية وأدوات مكتبية وملابس وشنط وأحذية. في مطروح أعلنت مديرية الطب البيطري توقيع الكشف الطبي على 3350 رأس ماشية شاملة بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبع البيطرية، وشملت 2000 حالة تجريع ومكافحة للطفيليات الخارجية للأغنام، و500 حالة تحصين، و500 حالة ترقيم وتسجيل، و350 حالة بطنة وجراحة وجلدية.